كيفاش يتم التصويت للانتخابات التشريعية؟ كل تونسي عايش في تونس ولا في الخارج ومقيد في قائمة الناخبين عنده الحق باش ينتخب. الانتخاب يكون حر مباشر وشفاف، وما ننساوش اللي سرية الانتخابات حق لكل ناخب. اللي مثلوا المترشحين والملاحظين المحليين والدوليين يكونوا حاضرين باش يضمنوا نزاهة العملية الانتخابية. وقتاش ننتخبوا داخل الجمهورية؟ نهار لحد 26 أكتوبر 2014 من 7 متاع الصباح للستة متاع العشية. كيفاش ننتخبوا؟ يلزم الناخب يكون ثبت في المكتب اللي باش يصوت فيه. بعد ما يشد الصف بنظام ويدخل للمكتب يوري اللي ديه ما فيهاش حبار، يمد بطاقة تعريفه ولا الباسبور باش يتأكد أنه اسمه موجود في القائمة، يصحح الناخب قدام اسمه، يغطي السبابة يده اليسار ويهز ورقة الاقتراع بعد ما يتأكد أنها مطبوعة من تالي من الأربع شيرات، يمشي للخلوة اللي بتبيعة تكون فارغة، يستعمل ستيلو الموجود ويحط علامة قدام قائمة واحدة أكهو، يطوي ورقته، يخرج من الخلوة ويحطها في صندوق الاقتراع، يخرج من المكتب ثم من مركز الاقتراع. شنية الحاجات الممنوعة؟ كل ما هو دعاية انتخابية وتعبير على الانتماء السياسي واستعمال التليفون. شكون اللي عنده لولوية في الصف؟ الكبار في العمر والأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل. مادامك سجلت وتعرفت على مركز الاقتراع، توا ثبت من القاعة اللي باش تنتخب فيها ورتبتك في قائمة الناخبين على twensa.easy.tn، وإلا بالتليفون اضغط مجاناً على نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتخابات 2014.